فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. في السنوات الأخيرة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة دخلت في مجال تقويم الأسنان بقوة. بقينا نقدر نستعمل دلوقتي مساحات ضوئية بدل الطرق التقليدية لأخذ المقاسات للقياسات لوضع خطة العلاج، وده بيسبب بعض الإزعاج للمريض في الأول، لكن بقينا بالطرق الحديثة بنبعد عن الإزعاج للمريض. نقدر نستعمل الكمبيوتر أيضا في وضع خطة العلاج بصورة دقيقة، بحيث ان احنا نقدر نحدد كمان مواضع وضع المقابض او القوابض بتاعة التقويم، فبالتالي ده بيساعدنا ان احنا نقدر نوصل لافضل النتائج من العلاج بتاعنا باقل المشاكل اللي ممكن تحصل وباقل وقت نقدر نوصل لكل اللي احنا عايزين نوصله. كذلك الطرق التشخيصية، الأشعاعات وتحليل الداتا أو المعلومات اللي بنقدر نحطها أثناء خطة العلاج بقينا بنتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر، وده بيوصلنا لخطة علاج مظبوطة. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.